دقيقة 45 يضيف الهدف الثاني لرشاد بيضاوي. للأمانة قلناها الكلام هذا، قلنا رشاد بيضاوي قاعد يركز على الجهة اليمين، شوفوا الكرات الكل كانت تخرج من عبد الكريم الوادي الأوزاغونا، والدفاع لم ينتبه، البنزلتي لم ينتبه، أوزاغونا يستغل فرصة يعمل مراوغة قبل ما الثلث يحط كرة في الشباك. هاو أمامكم النيجيري